يلا يا سيدي، تعالى كده حط، اتفضل قرب منك كده، اتفضل. السؤال ايه؟ السؤال ليش بعض من الشباب مش موتيفيتد في الشغل؟ يعني ليه الناس ما عندهمش الفاعليه والحماس في العمل؟ في العمل اول شيء في هذا الموضوع ان مفيش تحديات في العمل، بتعمل العمل الروتيني كل يوم بنفس الطريقه، مفيش فيه اي تجديد، دي نمره واحد. فلا بد انت انك تجدد في المشاريع اللي بتعملها، تجدد في الاهداف اللي انت عايز تحققها، يكون في تواصل كمان ما بين القيادة العليا وهي بتخطط للمشروع والقيادة الوسطى والقيادة الايه اللي اقل منها، اللي هي عملية الاستشارة. المشروع ما ينزلكش من فوق لتحت، يبقى انت قاعد متلقي. وقد يكون فكر الشخص اللي هو سائق او حارس او كاتب عنده فكرة اهم من اللي موجودة عند مين؟ عند مدير المؤسسة. لكن ايه هي الوسيلة اللي بنخلي فيها هذا الشخص يسمع رأيه؟ انا ازاي تسمع رأيي انا؟ ازاي انا يكون ليا صوت؟ ازاي انا تديني الثقة ان انا اتكلم وانا من صاحب قرار؟ لما تحرمني من الكلام هأحبط وهأنزوي ولن أشارك. حاجة كده يعني الساعة 5 الظهرية أو الساعة 6 همشي وأسيبك، لأن أنا خلاص عايز أخرج من المكان ده. لكن لو مدير العمل أو صاحب العمل بيخش ويعتبر إن كل موظف وكل عامل من العاملين هو من أهم مكونات المؤسسة، هتلاقي الناس بيتقاتلوا انهم يجوا قبل الوقت ويمشوا بعد انتهاء الدوام. يمشوا بعد ايه؟ بعد انتهاء الدوام. يجوا قبل الوقت ويمشوا ايه؟ بعد انتهاء الدوام. يعني بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن، معلش بقى الكاميرا بتاعتنا مش مظبوطه. بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن دور المدير. دور المدير في تفعيل هؤلاء الشباب اللي بيعملوا، سواء كان هم في القيادة العليا أو في القيادة المتوسطة أو في القيادة الإيه اللي هي الأقل خالص فيها. واضح السؤال كده؟ وبعدين الأمر الثاني، إن أنت عندك شخصية نفسك عايز تعمل شيء، فأنت اسأل واعمل وجرب وروح علشان تكون انت ليك دور فعال في المؤسسه. ونتعلم من اخطائنا. مش حرام ان انا اعمل واخطأ مره واثنين وثلاثه وخمسه. اذا كان ربنا قال خير الخطاؤون او الخطئين التوابون. واخد بالك؟ ايوه اخطا، ايه المشكله؟ مش اللي بيعمل خطيئه ربنا بيقول له اغفر، بيغفر له؟ صح ولا غلط؟ المشكلة أنا غلطت في حاجة اتعلمت، بس المهم إن اللي يغلط يتعلم من غلطه. اللي يغلط يتعلم من غلطه. مش أغلط نفس الغلط 50 مرة. المثل بيقول لك إيه؟ لا يلدغ المرء من جحر مرتين. لذلك اللي هو الموتيفيشن اللي بتتكلم عنه ده جزء على الإنسان نفسه، جزء على إدارة الجمعية نفسها. الجزء الأكبر على إدارة الجمعية. لتكتشف مواهب كل شخص فينا. زي في الكورة بياخدوا الأطفال اللي عندهم 8 سنين و9 سنين و10 سنين. يكتشف فيهم المواهب ويبتدوا يربوهم. ده في مدارس للكورة. بيسموها أكاديميات. صح ولا غلط؟ صح. من الغرب في أكاديميات، حتى الأهلي والزمالك والفرق العربية عندها أكاديميات للكورة. اشمعنى دي احنا شاطرين فيها؟ وفي مدارس للرقص بيسموها رقصات واكاديميات للرقص، صح ولا غلط؟ وهكذا. طب احنا مش عارفين نطلع اكاديميات
لتفعيل الشباب وتمكين الشباب وتربية القيادة؟ صح؟ هل استوفيت الإجابة؟ شكرا. الله يخليك.